بسم الله الرحمن الرحيم. القوة المتبادلة بين تيارين متوازيين. قد يكون التيارين متوازيين ويكون في نفس الاتجاه بالشكل ده كده، وقد يكون التيارين في اتجاهين متعاكسين. طبعا اتفقنا ان اورستيد عند مرور التيار الكهربي في سلك ينشا عنه مجال مغناطيسي، وايضا السلك ده عند مرور التيار الكهربي ينشا عنه مجال مغناطيسي، فكان عندنا مغناطيسيين، والمغناطيسيين اما تجاذب او تنافر. طيب نعرف ازاي تجاذب ولا تنافر؟ تعال نشوف نطبق قاعده اليد اليمنى. لو طبقنا قاعده اليد اليمنى الامبير، الابهام مع التيار، فان التفاف الاصابع، يعني هنا الاصابع تدخل من هذا المكان، وهنفرض دخول المجال اكس وخروجه نقطه كده، يبقى كان خطوط المجال تخترق الورقه من ناحيه اليمين وتخرج منها من ناحيه اليسار. وبالمثل السلك الثاني، خطوط المجال بتطبيق عاده امبير، خطوط المجال تخترق الورقه من هنا وتخرج من الجهه الثانيه. لاحظ هنا محصله المجال بينهم، طبعا دول في اتجاهين متعاكسين، يبقى المحصله طرح، يبقى المجال بينهما أقل، يبقى محصلة المجال، محصلة المجال بينهما أقل، محصلة المجال بين سلكين أقل. طيب لما يكون المجال أقل هنا وهنا أكثر، فيحصل لهم قوة تجاذب. يبقى لو جه سؤال هنا يقول ماذا يحدث لسلكين متوازيين وفي نفس الاتجاه؟ تجاذب. طب ليه؟ لو قلناها في شكل علل، الإجابة أهيت عن الإجابة، لأن محصلة المجال بينهما أقل عن خارجهم. طيب تعال نشوف السلكين لو كانوا التيارين متعاكسين، اتجاه التيار متعاكسين، نطبق قاعدة أمبير اليمنى. هنا الإبهام من اتجاه التيار، وهنا الأصابع تخترق الورقة من هنا وتخرج من هنا. هنا ناقص، هنا تخترق الورقة من هنا وتخرج من هنا، فأصبح الاتجاه المجال في نفس الاتجاه، يبقى المحصلة جمع، يبقى هنا محصلة المجال، محصلة المجال بينهما أكبر. ليه أكبر؟ لأن حصل جمع بين المجال الناشئ عن التيار هنا والمجال الناشئ عن التيار هنا، وبالتالي يحصل إيه؟ قوة دفع للخارج كده، ونسميه هنا إيه؟ تنافر. لو خدناها في شكل علي لذكر السبب، هنقول الإجابة هنا، هنرسم الرسمتين دول ونطبق قاعدة أمبير اليمنى. خطوط المجال تخترق من اليمين وتخرج، هنا خطوط المجال تخترق من هنا وتخرج، فأصبح محصلة المجال بينهما أكبر ناجم. ده إجابة السؤال لماذا يحدث تنافر بين التيارين بهذا الشكل. تعال نشوف بقى محصلة المجال. لو طلبنا عايزين كثافة المجال الكلي عند النقطة بينهما، في الحالة دي بي توتال أو بي كلية، هتنشأ المحصلة تنشأ من مجالين، مجال التيار الأولاني اللي هو البي دي بي الناشئ عن هنا بي 1، وبي 2 الناشئ عن هنا، وقلنا عملية طرح. فالطرح نحل دي كأنها مسألة واحدة، اللي هي بي بتساوي البي بتساوي ميو في أي على 2 باي دي وهكذا. طيب ونعوض ونجيب قيمة البي، ونقول بي الكبرى، نستخدم هنا بي الكبرى من ناتج ديت أو ناتج ديت ناقص بي الصغرى. لما يكون المجال بينهما طرح، إذا يبقى البي توتال خارجهما، البي الكلية خارجهما جمع، والجمع إبدالي ما تفرقش الكبرى الصغرى، يبقى بي 1 زائد بي 2 بهذا الوضع. تعال نشوف اذا كانوا التيارين، اذا كانوا التيارين مالهم في اتجاهين متعاكسين. احنا قلنا المحصله بينهما ايه؟ جمع. يبقى نقول هنا البي توتال، بي الكليه هتساوي بي الناشئه عن السلك الاولاني بي 1 زائد بي الناشئه كثافه المجال عن السلك الثاني زائد بي 2، ونعوض عادي خالص
اللي هي البي دي هي عبارة عن ميو في اي ون على دي زائد طبعا دي كأنها قيمة زائد البي الناتج عن السلك الثاني اللي هي عبارة عن برضو ميو في اي تو على تو باي دي. طيب لو كان بينهما قلنا جمع، اذا لو كان خارجهما بقى، اذا البي توتال خارجهما هتكون طرح، يبقى البي الكبرى عينها ناقص بي الصغر. اذا لو كان التيارين في نفس الاتجاه تبقى قوة تجاذب، لو كان التيارين في اتجاهين متعاكسين تنافر. السبب تجاذب هنا ليه؟ لان محصيه المجال بينهما اقل. اقل ليه؟ لان طرحنا المجال الناشئ عن السلك الاولاني من المجال الناشئ عن السلك الثاني، وبالتالي اذا كان بينهما طرح الكبرى الصغرى يبقى خارجهما عند اي نقطه خارجهما، يعني قلنا داخلهما عند النقطه دي يبقى دي اسمها اي 1 والمسافه دي اسمها دي 1، ودي اي 2 والمسافه دي دي 2. طب لو خارجهما مثلا هنا هتبقى المسافة دي كلها دي 1 ودي اي 1 ودي المسافة دي 1 دي 2 وده التيار 2، ونعين بالشكل ده ونجيب قيمة البي 1 زي ما اتفقنا اللي هي ميو اي ده التيار المستقيم على 2 باي دي، وهكذا الميو اي 2 على 2 باي دي، ونشوف الناتج بهذا الشكل. يتحرك 7.5 × 10^20 إلكترون خلال 3 ثواني. إذا ذكرنا عدد الإلكترونات والزمن من غير ما نفكر على طول، نقدر نجيب مين؟ هنقدر نجيب شدة التيار. ما احنا عارفين شدة التيار بتساوي إيه؟ تعريفه لو نسينه هو كمية الكهربية التي تمر خلال في مقطع معين موصل خلال ثانية. طب ما احنا عارفين كمية الكهربية هي عبارة عن عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون في على الزمن. فأول سطر على طول، إحنا دايما في المسائل نحاول المعطيات ديت نستفاد منها على قدر الإمكان. عندنا العدد وعندنا ومن ضمن الثوابت شحنة الإلكترون. إذا الآي تساوي 7 اللي هو عدد الإلكترونات في 10^20 في شحن الإلكترون اللي هي 1.2 × 10 1.6 × 10 في 10^19 على الزمن. الزمن اللي هو كم ثانية؟ 3 ثواني على 3. بالآلة الحاسبة إذا شدة التيار هتطلع 40 أمبير. يبقى هو بدل ما يقول سلك مستقيم يمر فيه كلام ده، كان يجب كان يقول يمر بيه تيار شدته 40 موازيا لسلك. لما نيجي نقول هنا يبقى خلاص كده انتهينا دي كده، نبدا نقول بقى موازي لسلك. يبقى لما نيجي بالشكل ده كده السلك ده هوت بيمر فيه تيار 40 امبير. ده خلاصة السطر الأولاني. موازي لسلك آخر على بعد 5 سنتي. موازي لسلك آخر على بعد المسافة دي كده 5 سنتي. طيب ويمر به 40 أمبير أيضا. 40 أمبير. طيب أوجد قيمة كثافة الفيض عند نقطة في المنتصف. يبقى جاب لنا المسافة مش 5 سنتي، يبقى المسافة ده هي 2.5 سنتي والمسافة ده هي 2.5 سنتي. خلاص نقدر نجيب كثافة الفيض الناشئ عن السلك الأولاني بالقانون اللي هو بي الناشئ عن السلك الأولاني، وعندنا هنا نجيب بي الناشئ عن السلك الثاني
يبقى B1 هنعتبر ان ده السلك الاولاني وده السلك الثاني، يبقى B1 وB2 هنطبق ان هنا ان ميو في I على 2 باي D، وايضا دي ميو في I طبعا دي I1 وده I2 على 2 باي D. هنختصر النواتج هنا وهنا في الحالة ديت، وتقولون يا ترى بقى اذا كان الطيارين في اتجاه واحد، في نفس اتجاه، احنا اتفقنا في اتجاه واحد، ده هنا اكس وهنا نقطة وهنا اكس وهنا نقطة حسب قاعدة اليد ديون الامبير. هنا خط مجال تخترق الابهام مع التيار، الابهام مع التيار، فان التفاف الاصابع مع يعني الاصابع تخترق الورقة من هنا وتخرج من هنا، وايضا خطوط الاصابع تخترق الورقه من هنا وتخرج من هنا، يبقى دول متعاكسين، يبقى نحط هنا علامه اشاره ايه سالبه. طبعا القيمه ديت زي القيمه دي تماما، ليه؟ التيار زي التيار والميو زي الميو والدي زي الدي لان في المنتصف، اذا المحصله هتساوي كام؟ صفر. صفر. طيب لو حبينا بقى السؤال المطلوب الثاني، اذا كان التيارين في اتجاهين متضادين، نفس الكلام لو قلنا في اتجاهين متضادين، يعني دي في هذا الاتجاه، يعني لو خدنا الخط ده كده واعتبرنا كده اتجاهين متضادين، يبقى المحصلة ديت لو هنا اكس هنا نقطة، يبقى هنا اكس حسب قاعدة اليد اليمنى الامبير، هنا اكس هنا نقطة هنا نقطة وهنا اكس وهنا نقطة، لان هتقلب بايدك على طول، يبقى دول في نفس الاتجاه، يبقى نفس المسألة بس نحط بدل السالب ديت هنحط مكانها ايه؟ زائد، والتعويضات الاي 1 موجوده ب 40، الاي 2 موجوده ب 40، الميو ثابت، الدي مسافه دي معلومه 2.5 سم بس نضربها في 10 سالب 2 عشان نحولها لمتر، والدي نفسها، ويطلع الناتج بي توتال في هذه الحاله. نقطة التعادل هي نقطة ينعدم فيها خطوط المجال المغناطيسي، هي نقطة ينعدم فيها خطوط المجال المغناطيسي، فيها شدة المجال المغناطيسي، أو نقول لو وضعنا فيها بوصلة أو إبرة لا تنحرف، هي النقطة التي إذا وضع فيها يعني وتيجي في شكل مسائل يقول لك وضعنا ابره مغناطيسيه ولا تنحرف، معنى لا تنحرف يعني كثافه الفيض صفر، يعني دي نقطه التعادل. طيب تعالوا لو كانوا الطيارين دول في نفس الاتجاه، يا ترى تقع نقطه التعادل فين؟ لو فرضنا الطيارين دول في نفس الاتجاه بالشكل ده كده، طيارين في نفس الاتجاه، احنا اتفقنا ان قاعده امبير لليد اليمنى لو طبقناها الابهام في اتجاه التيار فإن إن الأصابع تشير إلى المجال، يعني لو مسكت القلم مسكته بهذا الوضع، يبقى هنا التيار، يبقى الأصابع يبقى تخترق الورقة، الأصابع تخترق الورقة من هنا وتخرج من هنا، وبالمس تخترق الأصابع الورقة من هنا وتخرج من هنا. نلاحظ إن المجال بينهم متعاكس، يبقى المحصلة طرح، يبقى ممكن تبقى صفر بينهما. يبقى هنا تقع نقطة التعادل بينهما، تقع بين السلكين. طيب يا ترى في النص ولا اقرب لمين؟ اذا كان الطيارين متساويين في المنتصف تماما. طيب افرض اي 1 اقل، اي 1 اصغر، واي 2 اكبر، اذا هتكون ناحيه الاقل دايما، لو فرضنا ده اقل والمسافه دي كلها،
لو فرضنا المسافة دي كلها دي وهي تقع أقرب للطيارة أقل، يبقى لو فرضنا ديت نفرض إن دي إكس، يبقى المسافة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الدي كلها بس النقص منها الإكس. طيب تعال نطبق القانون. لكي يحدث تعادل يبقى البي الناشئ عن التيار الأولاني هتساوي كثافة الفيض الناشئة عن التيار التاني. تعال نعوض كده، يبقى نقدر نقول ميو في اي 1 على 2 باي دي، 2 باي دي دي 1 لازم تساوي ميو في اي 2 على 2 باي دي 2. نلاحظ هنا ايه؟ بقسمة الطرفين على ميو راحت مع بعضها، 2 باي مع 2 باي. اذا القانون عبارة عن ايه؟ هيبقى اي 1 على دي 1، دي 1 هنا نقصد بها مين؟ اللي هي اكس، تساوي اي 2، اي 2 المسافة بتاعتها او مسافتها اللي هي دهيت اللي هي دي ناقص اكس. وهو ده القانون اللي عشان نحدد نقطة التعادل. ممكن سؤال يقول لك حدد نقطة التعادل، والله طبعا اذا كانوا في نفس الاتجاه بينهما، واذا كانوا الطيارين متساويين في المنتصف، اذا كان في اكبر من الثاني طيار اكبر من الثاني فتكون ناحيه الاقل دايما، اذا نقطه التعادل تقع بينهما واقرب الطيار الاقل. تعال نشوف اذا كانوا الطيارين متعاكسين، يعني اتجاه الطيار احدهما لاعلى مثلا واتجاه الطيار الثاني لاسفل، والمسافه بينهم معروفه مثلا دي، ده اي 1 وده اي 2. نقطه التعادل عشان نعرفها نعمل ايه؟ هنطبق قاعدة أمبير لدى اليمنى. الإبهام يشوط تجاه التيار، فإن الورقة تخترق من هنا، خد الأصابع تخترق الورقة من هنا وتخرج من هنا. هنا العكس بقى، الأصابع تخترق الورقة لأن اتجاه التيار العكس، تخترق من هنا وهنا. إذا معنى ذلك مستحيل تبقى نقطة تعادل بينهم. مستحيل ليه؟ لأن هنا أي رقمين نجمعهم صحيحين مستحيل يساوي صفر. ولكن لو طرحنا اذا نقطه التعادل تقع خارج، مستحيل تقع بينهم، اذا نقطه تقع خارجهما ونشوف، اذا كان اي 1 اي 1 اصغر يبقى تكون ناحيه الاي 1. فلو فرضنا نقطه التعادل هنا يبقى المسافه ديت لو اسمي اسمها اكس مجهوله مثلا، يبقى المسافه من هنا لهنا اسمها ايه؟ الدي زائد الاكس، اللي هي المسافه دهيت مضافا لها زائد الاكس. طيب اذا لو الطيارين متعادل خارجهما، الطيارين متعاكسين خارجهما وناحية الأقل، ممكن سؤال يقول لك طب لو الطيارين متساويين، مستحيل بقى نقطة تعادل، لأن الطيارين متساويين يبقى كثافة الفيض هنا طبعا تأثيرها بهذا الوضع، وهنا مساوي تأثيرها بالوضع ده. إذا نفس الطريقة لكي يحدث تعادل يبقى البي 1 كثافة الفيض الناشئ عن السلك الأولاني لازم يساوي كثافة الفيض الناشئ عن السلك الثاني. نطبق القاعدة، ميو في اي 1 على 2 باي دي هتساوي ميو في اي 2 على 2 باي دي. نفس الفكرة، هنشيل ايه مع ايه؟ هنشيل الميو مع الميو النفاذية لأن نفس الوسط، والاتنين باي اعداد صحيحة ارقام معينة. اذا القانون هيبقى اي 1 بتاع السلك الاولاني على مسافته، مسافته اللي هي مين؟ اللي هي دهيت اكس، اكس هتساوي السلك تيار السلك التاني اللي هي اي 2 على مسافته اللي هي المسافة دي كلها، دي كلها كده اللي هنسميها الدي زائد اكس. وهو ده القانون اللي نقدر نحدد به نقطة التعادل. لو خدنا احنا في الحالة ديت مثال توضيحي، او قبل المثال التوضيحي خلاصة الكلام، اذا كان الطيارين في نفس الاتجاه تقع نقطة التعادل بينهما، وفي المنتصف اذا كانوا متساويين واقرب للطيار الاقل، اما اذا كانوا متعاكسين تقع خارجهما وناحية الاقل. فلو مثلا فرضنا ان اي 1 اقل يبقى معناها نقطة تعادل في ناحية الاقل،
اي تو اقل يبقى جهات. فلو فرضنا دي اقل يبقى لو مش عارفينها، يبقى نفرض ان تبعد اكس عن السلك الاول، اذا تبعد الدي زائد الاكس عن السلك الثاني، ونبدا نعوض لكي يحدث تعادل، لازم مساويين في المقدار ومتعكسين فين في الاتجاه. نعوض يطلع الناتج بهذا الشكل. يبقى القانونين اهو، اذا كانوا التيارين في نفس الاتجاه او التيارين متعاكسين، الفرق بينهم هنا الاشاره السالبه هنا الاشاره الموجبه. سلكان متوازيان، هذا السلك الاولاني هو وهذا السلك الثاني، يمر في الاول 3، يمر في التيار الاولاني 2 امبير، ويمر في الثاني 3 امبير. المسافه بينهما 3 من 10، المسافه دي كده كل دي من اول هنا لهنا 3 من 10 متر، تحولها جاهزة. حدد نقطة التعادل. احنا اتفقنا اذا كانوا الطيارين في نفس الاتجاه، لو الطيارين في نفس الاتجاه يبقى المجال بينهم. طب فين؟ يبقى ناحية الاقل، يبقى طيار الايوان اقل، فنقدر نقول ان التعادل اقرب شوية لايوان. يبقى لو فرضنا المسافة بتاع ديت اسمها اكس، دي مش عارفينها، يبقى دي المسافة دي عبارة عن 3 من 10 كلها، 3 من 10 نقص منها مين؟ الاكس. خلاص تطبيق بسيط، نطبق القانون بما ان اي 1 على اكس، لان اكس هي اللي مجهولة، بعد النقطة دي مجهول، هتساوي اي 2 على 3 من 10 ناقص اكس، اصبحت معادلة ذات مجهول واحد في مين؟ في الاكس. نبدأ نعوض اي 1 بكام؟ اي 1 ب 2 من 10 امبير، 2 امبير على اكس، والطيار الثاني 3 امبير، 3 امبير، ونبدأ نعوض، ودي 3 من 10، يبقى مجهول واحد اللي هو اكس سالب اكس اكس. هنا في حالة نضرب ضرب تبادلي يطلع، يقتضي ذلك 3 في اكس ب 3 اكس، 3 اكس، 3 في اكس، ونوزع الضرب، هنوزع الضرب على دي، هتبقى عبارة عن 2 في تساوي 2 في 3 من 10 يبقى 6 من 10 ناقص كام؟ 2 اكس. طبعا الاتنين اكس بالسالب تعدي الجهة دي بايه؟ بالموجب، يبقى 5 اكس هتساوي 6 من 10، 6 من 10 بالقسمة على معامل الاكس ده اللي هو 5، اذا الاكس هتساوي 5 من 10 على 6 على 5، اذا يطلع الناتج اي بالآلة الحاسبة اللي هو 12 من 100 متر، يعني 12 سم. نتأكد نصح ازاي؟ احنا عارفين هو اقرب لدي، لما كنت 12 من 100 يبقى دي بقيتها اللي هي 18 من 100 عشان يطلع الناتج بالشكل ده. اذا فعلا الاجابة صحيحة، ان فعلا طلع مسافة قربه للتيار اقل، بينما بعده عن التيار الاكبر اكبر من ذلك 18. لو طرحنا ال 12 من 100 من 3 من 10 طلع الناتج كده. طيب لو كانوا الطيارين متعاكسين بهذا الشكل، اتجاه ده 2 امبير وده اتجاه ده 3 امبير، والمسافة دي معروفة 3 من 10، اذا نقطة عادل تقع خارجهما وناحية الاقل، يبقى المسافة دي اسمها اكس، يبقى المسافة دي كلها اسمها 3 من 10 زائد اكس، يبقى بعدها عن التيار البعيد وده بعدها عن التيار القريب. ايضا نقدر نطبق القاعدة، هنقول بما ان
الاي الاي 1 على الاكس، الاي 1 على الاكس هتساوي الاي 2، الاي 2 على المسافة دي كلها اللي هي 3 من 10 زائد اكس، هيبقى كله برضو معلوم ما عدا مين؟ ما عدا الاكس، معادلة ذات مجهول واحد. نقدر نعوض الاي 1 بكام؟ باتنين امبير، والاكس مجهولة، الاكس مجهولة، والاي 2 بتلاتة امبير، ودي 3 من 10 زائد اكس. نفس الفكرة بالضرب التبادلي، هيبقى عندنا دي 3x، 3x 3 في x هتساوي، ونوزع الضرب على القوسين دول هتبقى 6 من 10 زائد 2x، 2x دي بالموجب هنعديها هنا بايه؟ بالسالب، بقت هنا x واحدة بس، لأن 2x ناقص 3x، x هتساوي 6 من 10 متر. إذا تبعد عن السلك الأولاني 6 من 10، وتبعد عن السلك الثاني 9 من 10، نجمع التلاتة زي دي، وده